السلام ومرحبا بكم في حكاية أخرى من حكايات الشباب التونسي اللي يخدم ويجتهد ويبتكر. التركينات الإلكتريك اليوم هي توندونس في العالم، وحتى في تونس قاعدين نشوف في برشا توانسة قاعدين يستعملوا فيها. لكن اللي يميز التركينات اللي معنا اليوم هي أني أول تركينات تونسية 100% من تصنيع ستارتاب التونسي فولتاك اللي يخدم على المشروع هذايا. كي نقولوا تونسية معناها تونسية من حيث التصميم، من حيث الناس اللي خدمت مع المشروع، ومن حيث المعدات اللي استعملت في الترونتينات في مرحلة البروتوتيب الأولي اللي مازلت عليها شوية تحسينات، وإن شاء الله لقريب ينطلقوا في التسويق. أنا سقتها وجربتها وإحقاق للحق، منتوج ممتاز، وعملت جوكي على السياقة نتاعها والقيادة نتاعها. ومعنا وائل الصغير اللي هو سي تي او ستارت اب فولتات باش يحكي لنا أكثر على المشروع هذا. أول بروتوتيب لنا، أول منتوج لنا هو بوزيترون، وهي تروتينات إلكتريك أتخواغو. علاش عملناها أتخواغو؟ على خاطر مش ناس كل تعرف تسوق عجلتين، مش ناس كل تعرف تسوق بسكليت بيزيكلي. دونك قلنا تخواغو هي الحل للحكاية هذي. اون بليس مش ناس كل ينجموا يسوقوا لي تروتينات نتاعهم توا اللي موجودين في السوق في أي بلاصة، تو تيغان. يعني هذيا تنجم تسوقها في اي تيران. علاش؟ على خاطر فيها سسبنسيون اللي هي يعني سيستم نتاع يعني يبسورب لي شوك، يخليها ستابل ويخليها تمشي في طريق ماهوش معبد. كيف فيها ايكيبي بالسيستم اي او تي، وكيف كيف فيها زاد ابليكاسيون اللي تعطيك الداتا الكل على السياقه نتاعك وعلى لي تام نتاع البيكول نتاعك. مصنع تقريبا 90% من الالياف الكربون اللي هو يعني قوي وخفيف. دونك احنا توا في المرحله نتاع لو لوفي دو فون، نحبوا ندبروا تمويلات باش نبداو في المرحله نتاع التصنيع والتسويق. التونتينات هذيا والعمل هذيا بالحق كان فيهم برشا مجهود وبرشا خدمه وحاجه مزيانه، وان شاء الله المشروع هذيا يلقى الدعم خاصه في التمويل، على خاطر البروتوتيب المزيان هذايا والجيد لازم يتصنع ولازم يخرجوا منه معناها نسخات اخرى وتهبط للسوق التونسيه. لازم تشجيع الشباب هذايا والمشروع هذايا باش نجم نقدمه، باش نجم تونس تقدم.